30 من أكتوبر في عام 1956 ميلادية، أعلنت هيئة الاتحاد الوطني الإضراب العام احتجاجاً على العدوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، فأصدرت الحكومة إعلان ينص بمعاقبة أي موظف يضرب عن العمل بعدم دفع راتبه في الأيام التي تغيب فيها، لكن الشعب لم يهتم والتزم بتنفيذ الإضراب. رداً على ذلك أصدرت الحكومة قراراً بمنع المظاهرات، وأعطت الشرطة الصلاحية لاستعمال العنف لتفريق المتظاهرين، وحصنت الشرطة قانونياً كما لو سقط قتله، والسجن 5 سنوات وغرامة 5000 روبية لكل من يمنع أو يعطل إعطاء الإشعار من قبل الشرطة من المتظاهرين. وعلى الرغم من ذلك خرج الشعب في مظاهرات عارمة ليؤكد على تضامنه مع الشعب المصري الشقيق وقوميته العربية الأصيلة.